تم اليوم الأربعاء بالرباط تسليم 120 دراجة نارية للتدخل السريع لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني. وأشرف على هذه العملية وزير الداخلية محمد العنصر الذي تابع عروضا تجريبية بواسطة الدراجات النارية رفقة الوفد المرافق له. اليوم ولاية أمن الرباط ولاية جهة الرباط سلاز مرزعر استلمت واحد المجموعة ديال الدراجات النارية اللي كتبلغ العدد ديالها 120 من حجم 400 سنتيمتر مكعب، هي بالإضافة ل 20-30 سيارة خفيفة جدا اللي غادي تستلمها. كذلك ولاية الجهة ولاية الأمن قريبا إن شاء الله. ومن شأن تعزيز قوات التدخل السريع تقوية نسبة التدخل داخل الأحياء وفي حالة الاكتظاظ، وتعزيز التوزيع لقوات الأمن بمختلف الأحياء والمساهمة في تنظيم السير.